أهلا بكم. يقول دكتور أحمد طرابين إن الثورة العربية وأنصارها وأفكارها القومية التي شاعت منها كانت مما أعاق تسرب النفوذ الأجنبي إلى بلاد الهلال الخصيب، وكانت عاملا أساسيا يحمل معه أسباب التخلص من هذا النفوذ في قابل الأيام. ويمكن القول أن أحوال البلاد العربية كان يمكن أن تصبح أسوأ بكثير مما هي عليه لو لم تقم الثورة. وما كان يعقل أن تظل سوريا في نجاة من الاحتلال بعد انتصار الحلفاء واستسلام الألمان والأتراك، فتركيا نفسها تليت بعض مدنها بالاحتلال، ثم أن الدولة العثمانية نفسها منذ حرب البلقان سلمت بمناطق نفوذ لكل من فرنسا في سوريا وإنجلترا في جنوب العراق. تشهد على ذلك الاتفاقات السرية التي أبرمتها الدولة العثمانية مع هاتين الدولتين قبل الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة. ونتساءل عن سوريا ماذا يمكن أن يحل بها لو لم تقم الثورة العربية بجيوش عربية وتقيم فيها دولة عربية. إذن أصبحت الصورة واضحة، في فترة التحالف العثماني الإنجليزي والأوروبي عموما ضد الروس سلمت السلطنة العثمانية بمناطق نفوذ للدول الاستعمارية الغربية في سوريا والعراق، لكن انقلاب الأتراك على هذا التحالف واستبداله بالتحالف مع ألمانيا الصاعدة كان سيؤدي بكل الأحوال إلى أن تستولي الدول الغربية على الأراضي العربية التابعة للسلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. هذا هو ما قرأه السوريون جيدا حين قاموا بالتنظيم للثورة العربية وباستدعاء الشريف حسين لقيادتها، فهم أولا كانوا أمام فرصة تاريخية للتخلص من حقبة سوداء لا مثيل لها في التخلف والظلم، هي حقبة الاحتلال العثماني بكل تداعياته، وثانيا انتهزوا فرصة تاريخية لبناء وتنظيم وتسليح جيش عربي يقوم بالتحرير. وبالتالي فإن الاحتلال الأوروبي القادم سواء ثار العرب على الأتراك أم لم يثوروا سيلقى مقاومة لن تنتهي بغير التحرير الكامل. وهذا ما حصل، والدليل رسائل الاحتجاج والفزع التي كانت ترد إلى الجنرال الليمبي قائد القوات البريطانية من جهة وزارة الخارجية والدفاع البريطانية التي تضمنت نداء اخنقوا حركة فيصل، اوقفوا السيل العربي. ما لفت نظري هو التفاف الشعب السوري بكل اطيافه حول الملك فيصل، هذا هو تماما ما يخيف الدول الاستعمارية. روح هذا الشعب الوطنية التي تجمعهم باختلاف اديانهم ومذاهبهم. يقول في ذلك ساطع الحصري بان الامير فيصل خطب في السوريين خطابا تاريخيا القاه بدار الحكومة في دمشق في 5 أيار عام 1919، قال فيه: إن هذه الثورة هي ثورة قومية لا يمكن أن نسندها إلا إلى الأمة جمعاء، وأنا حين ذهبت إلى باريس للحصول على حقوق العرب انتبهوا إلى هذا الكلام. هنا ندرك كيف قام التعليم الغربي بتزييف التاريخ عبر تشويه صورة العرب لغايات عنصرية تخدم الاستعمار. لاحظوا ماذا قال الأمير فيصل، بأن أمم الغرب في حالة جهل عميق بأحوال العرب، لا يعرفون عنهم إلا ما كانوا يعرفونه في حكايات ألف ليلة وليلة، وكانوا يظنون أن العرب عبارة عن أمم منقرضة ليس لها وجود مستمر، ولا يعرفون شيئا عن نهضتها، يعتقدون بأن العرب هم عبارة عن عرب البادية فقط أي بدو. وما زلنا حتى اليوم نسمع بهذه الأكذوبة الناتجة عن التعليم الغربي، كما أكد الباحث الفرنسي بيير روسي بأن العرب هم البدو فقط، وبالتالي فإن جميع الحضارات التي نراها في سوريا وباقي المناطق إنما هي حضارات وافدة غريبة طارئة، فطالما أن العرب هم بدو لا ينتجون حضارة فلنكتب تاريخ هذه المنطقة كما نشاء، ويصبح الفينيقيون شعبا والآشوريون أمة والآراميون قوم لا علاقة لهم بالعرب. وزعات والمقولات الغريبة التي تدعي أنها ترنا نجد النزعات والمقولات الغريبة التي تدعي أنها تستند على أساس تاريخي كالفينيقية والآشورية، وبأن سوريا كانت آرامية، أما حضارة سوريا الداخلية فسميت بتسمية جغرافية هي حضارة ما بين النهرين أو بلاد الرافدين. وحين برزت المكتشفات التي غيب معظمها وزورت نتائجها وأظهرت وحدة هذا الشعب عبر آلاف السنين، أطلقوا عليها تسمية واحدة مبهمة لا تمتلك أي صفة قومية، هي تسمية السامية. حتى اليوم هناك بعض ممن صدق هذه الكذبة الكبيرة التي لحقت بالعرب والسوريين وحضارتهم وتاريخهم، فحصر العرب بالبداوة كما قال روسي، وجعلت سوريا فسيفساء من الأقوام والحضارات، وصارت ملتقى حضارات، يعني أن حضارات غريبة وافدة تفاعلت على أرضها فقط وتلاقحت فأنتجت هذه المدنيات العظيمة.
إن سوريا ليست ملتقى حضارات، سوريا هي مهد الحضارات، وهي وطن المدنية وقلب العالم الحضاري، وهي التي أوفدت ولم تستقبل، أوفدت وصدرت إلى العالم والبشرية جمعاء كل أسباب ومظاهر التمدن والحضارة، وانتشلت البشرية من براثن الهمجية على حد تعبير والجرد بكل معنى الكلمة. إذن انتبه الأمير فيصل إلى الصورة المشوهة التي أحيطت بالعرب لتصويرهم كأمة بدائية عاجزة عقيمة حضاريا لا تستطيع الاستغناء عن الأجنبي. قال أنهم يعتقدون بأن العرب هم البدو وبأن سكان المدنية ليسوا عربا، وإن جهلهم هذا يقول جعلني أصرف وقتا طويلا لأفهم هذه الأمم الحقيقة، فالعرب أمة واحدة تقطن هذه البلاد الواسعة التي تحدها البحار. وقال نحن في سوريا لا نرضى أن نبيع استقلالنا بما نحتاج إليه من المساعدات، بل إن الأمة السورية هي أمة تريد أن تستقل وتأخذ ما تحتاجه من معونات مقابل الدراهم وليس مقابل السيادة. ولقد دافعت عن سوريا بحدودها الطبيعية وعن رؤيتي للأمة، فالعراق مستقل وسوريا مستقلة على أن العرب أمة واحدة، وكلنا يعلم أن المقاطعات العربية هي بلاد واحدة تكون جماركها ومصالحها الاقتصادية موحدة. لقد كان الغرب ينظر إلى العرب والأتراك نظرة واحدة بأنهم شعب متخلف، وما يحصل من الأتراك يظنونه من العرب، فأوضحنا للأوروبيين أن هذه النظرة غير صحيحة. أعقب هذا الكلام بالتصفيق والهتاف، فقدمت وفود سوريا من حوران وفلسطين وشيوخ العرب والدروز وبطاركة الروم الكاثوليك والأرثوذكس والسريان وجبل لبنان وحما وحلب وبيروت واللاذقية والسلط ويهود سوريا ومطران الأرمن ووفد من شركس عمان. هنا نلاحظ التفاف جميع أطياف الشعب ليس فقط حول الأمير فيصل، ففيصل يمثل فكرة ومشروعا كاملا هو فكرة الأمة العربية المتحضرة والمستقلة، فهذا الالتفاف هو التفاف حول الأمة، وهذا يؤكده كلام من شاب شركسي وجهه لفيصل قال أموالنا وأولادنا فداء للدولة العربية. ومطران الأرمن قال إن تاريخنا سيكتب اسم العرب بمداد من ذهب. إذن هذا هو الانتماء الذي لطالما ميز الدولة العربية ومنها السورية، هو انتماء للأمة ذات الهوية العربية التي هي الحضن الحضاري والثقافي للجميع، وهذا هو الانتماء الذي قلدته اليوم جميع الأمم الحديثة في الشرق والغرب. بعد هذا ليس من المستغرب أن نرى السوريين قد تحولوا إلى شعلة واحدة لمقاومة الاحتلال الفرنسي حتى النهاية. نزل الفرنسيون في أرض سوريا اشتعلت الأرض تحت أقدامهم. بدأ إبراهيم هنان ثورته في عام 1919 كما بدأت الثورة تعم سوريا كما تحدثنا في الحلقة السابقة، وكانت ثورة الشيخ صالح العلي والشيخ عمر بيطار قد سبقتها. كان أحد رموز الوطنية السورية سعد الله الجابري ابن حلب يقوم حينها بتهيئة جو التلاحم النضالي في المدن مع ثورة هنانو، بينما كان زعيم الشمال يقود الثورة في الريف، حيث تلاحمت ثورة هنانو والشيخ صالح في اجتماع مرعيان في جبل الزاوية عام 1920. بعد مغادرة الأمير فيصل لسوريا يرافقه بعض السياسيين السوريين، انتهى به المطاف ملكا على العراق باختيار العراقيين، فجدد السوريون عزيمتهم مع فريق جديد من المخلصين الوطنيين، وأصبح تاريخ سوريا المعاصر مقرونا بجهاد هؤلاء الزعماء. فحين انتهت ثورة الزعيم هنانو في تموز عام 1921 ولجأ إلى الأردن خوفا من بطش الفرنسيين، ذهب إلى القدس فغدر به الإنجليز وسلموه للفرنسيين، فنقلوه إلى حلب وأخضعوه لمحاكمة هزلية كان فيها الفرنسيون هم الأعداء والقضاة. فلازمه سعد الله الجابري للدفاع عنه، وحين اتهم الفرنسيون هنانو بأنه حالة فردية لا تمثل رغبة السوريين، رد عليهم الجابري قائلا إننا نحن الذين طلبنا من الزعيم الكبير مقاتلتكم، ولن نتخلى عن مقاتلتكم ما دام فينا وطني واحد حتى تخرجوا من بلادنا. فدوت قاعة المحكمة بالتصفيق. اتبعت فرنسا سياسة تمزيق أوصال الجسد السوري لإضعافه، فعندما انتهت المناوشات بين فرنسا وتركيا في كيليكيا السورية رفض الأتراك أن تعود كيليكيا لسوريا،
وقسم الفرنسيون سوريا إلى دويلات، ثم قاموا بفصل لبنان عن سوريا ابتداء من طرابلس حتى صيدا. وقامت فرنسا بإثارة التعصب الطائفي عن طريق شراء بعض أصحاب الأقلام الصفراء الذين أكملوا ما فعله العثمانيون في بث النعرات الطائفية والمذهبية. فظهرت كتب تتحدث عن المذاهب بكثير من التدليس والتسفيه، فصور المسيحيون بأنهم أعداء العروبة، وصور المسلمون كغزاة من البدو الذين احتلوا بلادا مسيحية متحضرة، وصور الإسماعيليون كحشاشين، بينما مصطلح أساسان هو مصطلح أطلقه الصليبيون على أبناء هذه الطائفة الكريمة حين كانوا يقومون باغتيال الصليبيين والمتعاونين معهم. وأساسان تعني قاتل، وأساسينيشن تعني قتل اغتيال، لكن استبدل هذا المفهوم بكلمة حشاشين، وللأسف راجت التسمية وصدقها الكثير من الناس. كما صور العلويون بأن التسمية جاءت ليس من مناصرة علي وآل البيت في الصراع الذي نشب بينه وبين معاوية، بل أنه جاء من رفعهم لعلي إلى مرتبة الألوهية. أما الدروز فوصفوا كملة خارجة عن الإسلام بدورهم أيضا. إن التقسيم على مستوى العقول والثقافة هو أخطر بكثير من التقسيم على مستوى الأرض. كما قامت السلطات الفرنسية بتكبيل الحرية الفكرية وحرية الصحافة، وأصبحت دروس التاريخ وسيلة للانحراف بالشباب عن خط آبائهم. وبالمناسبة فإن فكرة أن العرب ليس لديهم ماض حضاري قبل الإسلام وبروز نظرية السامية في توصيف الحضارة السورية والعربية القديمة بدأ يأخذ مكانه في المناهج منذ الاحتلال الفرنسي. وتقول الدكتورة نادية خوست بأن الفرنسيين وباقي الدول الاستعمارية قامت بتوصيف جميع المدن الأثرية في سوريا وباقي البلاد العربية كالتالي: آثار هيلينستية، آثار رومانية، آثار بيزنطية، وآخر هذه المهازل كانت تسمية القلاع السورية بأنها قلاع صليبية، وهو ما استهجنه الكثير من الباحثين منهم زيغريد هونكي كما ذكرنا. وهكذا تحولت أوابد حضارتنا السورية القديمة إلى مسرح روماني وأقنية رومانية ونواعير رومانية، وكل حجر أثري أصبغوا عليه صفة الرومنة اعتباطا إمعانا في تغييب التاريخ الحقيقي على أساس أن هؤلاء الأوروبيين هم الذين بنوا في بلادنا هذه المدنيات العظيمة. لكن ما نستغربه هو بقاء هذا التوصيف كما هو حتى اليوم في البلاد العربية، وهذا يدل على أمر خطير، هو أن الاحتلال الأجنبي زال عسكريا لكنه ما زال منغرسا في ثقافتنا وبالتالي في عقول أجيالنا. أنا أدعو كل البلاد العربية إلى إعادة النظر في هذا التوصيف الاعتباطي المزيف لمدننا، فالحقيقة أن العكس هو الصحيح، إن أثينا وروما كانتا امتدادا لحضارة المشرق السوري العربي وانعكاسا للمدنية السورية التي صدرها أجدادنا للغرب وليس العكس. أيضا فارس زرزور ذكر هذا التفصيل الهام وقال: إسهاما في قتل الوعي الوطني وضع الفرنسيون أيديهم على مناهج التعليم من مختلف الدرجات، وجعلوا اللغة والثقافة والتاريخ الفرنسي في المراتب الأولى ليضمنوا نشوء جيل لا يعرف شيئا عن تاريخه الوطني القريب أو البعيد. إذن قام غورو بتجزئة سوريا عام 1920 إلى دولة حلب ودولة العلويين ودولة دمشق ودولة جبل دروز، ثم لواء اسكندرون الذي كان تابعا لحلب، وصدر قرار عام 1924 بفصله تمهيدا لتسليمه لتركيا. ثار السوريون ضد هذا التقسيم، فقام غورو بتعديل يتضمن قيام اتحاد سوري بين دمشق وحلب واللاذقية، لكن السوريين لم يقبلوا بأقل من سوريا بكامل حدودها. فقامت الثورات التي شملت معظم مناطق البلاد، حرمت الفرنسيين نعمة الراحة والهدوء وكلفتهم محاربتها الكثير. يقول المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش زعيم جبل العرب وقائد الثورة السورية الكبرى فيما بعد في مذكراته: لقد كان عزاؤنا الوحيد في أعقاب كارثة ميسلون الموقف المشرف الذي وقفه يوسف العظمى من الغزاة على رابية ميسلون، واستشهاده البطولي الذي استرد به كرامة شعبه وأعاد إليه معنوياته ليستأنف نضاله ضد الفرنسيين في مختلف مناطق الساحل والداخل. حين وردت إلينا أخبار تقدم القوات الفرنسية نحو دمشق، قررنا التأهب للدفاع عن استقلال البلاد والذود عن حياد الوطن. ثم وصلنا نبأ مقتل علاء الدين الدروبي وعبد الرحمن اليوسف على يد ثوار حوران، فقد عد هؤلاء من رجالات فرنسا، فأرسل الفرنسيون جيشا كبيرا لإخضاع الحوارنا. وفي عام 1922 أعلنت فرنسا تجزئة البلاد و
وقيام دولة الدروز، فأعلنا استنكارنا لهذا التقسيم. في هذه الأثناء قدم إلينا إبراهيم هنانو وأطلعني على أخبار ثورته في الشمال وكيفية اتصالها بثورة الشيخ صالح العلي في الساحل في جبال العلويين، وأشاد ببطولة الدروز في الجبل الأعلى وتضحياتهم، وأحاطني علما بأخبار الحركات التي قامت ضد الفرنسيين في أنطاكيا ودير الزور والجزيرة الفراتية وتلكلخ. فأخبرته عن مقاومة دروز جبل لبنان بقيادة شكيب وهاب الذين أطلقوا النار على جورج بيكو صاحب اتفاقية الشؤم وقائد الأسطول الفرنسي في الشوف. كذلك أخبرته عن ثورة ملحم قاسم في بعلبك والحولة والجولان ومرجعيون وجبل عامل بقيادة محمود الفاعور وأحمد مراود وأدهم خنجر وكامل الأسعد في جنوب لبنان. وصرح هنانو بوجوب رفع شعار الدين لله والوطن للجميع ردا على محاولات الفرنسيين في تقسيم الشعب السوري إلى طوائف ومذاهب لإخماد الروح الوطنية. ثم واصلنا الجهد في سبيل الاتصال بالحركة الوطنية في دمشق التي كانت قمعت بشدة، فاقتصرت على المقالات أو احتجاجات في المحافل الدولية على ارتكابات الانتداب الفرنسي في سوريا، أو خطب في الجامع الأموي، أو مظاهرات صاخبة كالتي حدثت في دمشق ضد زيارة بيلفور لدمشق. فكان رجالات الحركة الوطنية في دمشق يقدمون للمحاكم العسكرية ويساقون إلى المنافي والسجون أو يقتلهم الجنود الفرنسيون. وفي مقدمة الشخصيات الدمشقية التي لم تنقطع صلتنا بها منذ أيام الثورة العربية الكبرى المجاهد نسيب البكري والمجاهد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. كذلك تطوع في جيش الثورة عدد كبير من الضباط والأطباء ورجال الدين السوريون، وتم الاتفاق على الالتحاق بالثورة الوطنية عندما يتقرر قيامها. وصف عبد الرحمن الشهبندر هذه الأحداث في مذكراته وقال: في تموز من عام 1925 انتفض بنو معروف أهل السويداء ضد الجنرال الفرنسي كاربي وعملائه، فدعا القائد الفرنسي تومي مارتان زعماءهم إلى دمشق بحجة التفاوض فاعتقلهم وسجنهم. هنا وجد سلطان باشا الأطرش الفرصة قد حانت لإشعال الثورة الكبرى، وبدأ الثوار بالزحف، فحدثت ملحمة في الكفر بالسلاح الأبيض قضى فيها الثوار على الحملة الفرنسية التي كانت بقيادة الجنرال ميشو. وهكذا اندلعت الثورة الكبرى في 22 من تموز عام 1925، وكان من نتائج موقعة الكفر قرب القرية أن السوريين سلموا سلطان باشا الأطرش زمام زعامة الثورة. ثم وفي الواحد من آب بالقرب من المجدل عند عين المزرعة تقدم المجاهدون من أشاوس السويداء بين مدافع وطيران القوات الفرنسية، فدب الفزع بين الجنود الفرنسيين وجرت معركة أخرى بالسلاح الأبيض وأبادوهم تماما. اجتمعت بسلطان الأطرش في قرية كفر اللحى في أواخر آب وحشدنا المجاهدين للزحف نحو دمشق، وكان معنا المجاهد حسن الخراط وسرحان أبو تركي الديري. ووعدت دمشق بتهيئة الثورة وتخفيف العبء عن ثوار الجبل، فأحس الفرنسيون بهذه الخطوة الخطيرة فقاموا بحركة اعتقالات واسعة بحق الوطنيين الدمشقيين. هنا تسلم سلطان باشا الأطرش زمام قيادة الثورة السورية في أنحاء البلاد، وصدر أول بيان للثورة بتاريخ 23 من آب عام 1925 يدعو السوريين لحمل السلاح ويقول: أيها السوريون، لقد أثبتت التجارب بأن الحق يؤخذ ولا يعطى، فلنأخذ حقنا بحد السيوف بعدما سلب الأجنبي حقوقكم واستعبد بلادكم. نحن نبرأ إلى الله من مسؤولية سفك الدماء ونعتبر الغزاة مسؤولين مباشرة عن الفتنة. إن حربنا اليوم هي حرب مقدسة، ومطالبنا هي وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستقلة استقلالا تاما، قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع دستور البلاد على مبدأ سيادة الأمة سيادة مطلقة، سحب القوى الأجنبية من البلاد السورية وتأليف جيش وطني. إلى السلاح والله معنا، والتحية سوريا العربية حرة أبية. وقامت معركة بالقرب من المسيفرة في حوران، ثم قامت الثورة في حماة، ثم انسحب الفرنسيون من جبل العرب. اندلعت ثورة الغوطة، وكان حي الميدان في دمشق هو المصدر الأساسي لتموين الثوار بالمال والسلاح والذخائر. قسموا أنفسهم إلى عصابات تجمعهم قيادة واحدة، كان أشهرها مجموعة الشيخ محمد الأشمر من أهالي الميدان، ومجموعة حسن الخراط من أهالي الشاغور، ومجموعة مسلم وردة من حي الأكراد.
حسمت المعركة في المليحة لصالح الثوار، ودخل الثوار دمشق في 18 تشرين الأول. يقول كمال ديب: امتدت الثورة السورية إلى مختلف مناطق سوريا، ووصلت إلى جنوب لبنان وجبال الشوف، وتلقت مساعدات من لبنان وفلسطين وشرق الأردن، وكان الثوار يتنقلون بسهولة من بيروت إلى دمشق وحلب وعمان والقدس. فرد الفرنسيون بعنف على نجاحات الثورة السورية وقصفوا دمشق بالمدافع، فلم يمضي 24 ساعة إلا والقنابل قد دمرت أحسن الدور الدمشقية وأعرقها تاريخيا. وجرت ملحمة عند قصر العظم بين الفرنسيين والثوار بقيادة المجاهد حسن المقبعة، استشهد فيها حسن. ومما يسجل بالشرف والفخر هو انصراف المجاهدين السوريين إلى الدفاع عن الآثار الموجودة في قصر العظم، في حين كان الجنود الفرنسيون يطلقون النار عليهم، إذ قام حرس القصر الفرنسيون المرتزقة بإحراق القصر للنجاة من الموت. فانقلب المجاهدون السوريون من رجال ثورة إلى رجال إطفاء، إذ أخذوا يكافحون النار ليس لإنقاذ أنفسهم بل لإنقاذ القصر من الحريق. أنشد الشاعر المصري أحمد شوقي قصيدة في حادثة قصف دمشق، قال فيها: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق، وقيل معالم التاريخ دكت، وقيل أصابها تلف وحرق، دم الثوار تعرفه فرنسا، وتعرف أنه نور وحق، نصحت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شرق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، جزاكم ذو الجلال بني دمشق، وعز الشرق أوله دمشق، نصرتم يوم محنته أخاكم، وكل أخ بنصر أخيه حق. حاول الفرنسيون وعملاؤهم تصوير الثورة السورية الوطنية بمظهر التعصب الديني، فتركت باب توما وباب شرقي حيث يقطن مسيحيو دمشق بلا قوى أمنية، بحيث تنهب المحلات والمنازل، فتكون النتيجة في المحافل الدولية أن المسلمين يقومون بالاعتداء على المسيحيين، وبهذا تصور فرنسا همجيتها بأنها دفاع عن المسيحيين في سوريا. لكن هذه الحيلة لم تنطلي على السوريين. يقول مراسل صحيفة فرانكفورت غازيت: إن الأحياء المسيحية التي تخلى عنها الفرنسيون في دمشق سلمت من الأذى بفضل الزعماء المسلمين، ويجب على فرنسا أن تسلم بأن الوطنية السورية حلت محل الطائفية. ولقد أخذ حسن الخراط يزور المسيحيين قائلا لهم: أنتم إخواننا. بدأت تقارير القنصليات الأجنبية تصل إلى الصحافات الأجنبية وتستنكر على الفرنسيين ضرب دمشق دون إنذار، واستمر إطلاق المدافع يومين متتاليين، لم يعرف عدد الذين قتلوا تحت الأنقاض. ولم يكتفي الفرنسيون بحرق المدينة وتهديم دورها وقتل سكانها بأبشع الطرق، بل قاموا بفرض الشروط والغرامات مقابل وقف القصف. ثم اشتعلت الثورة في يلدا وببيلة وحمورية وصولا إلى النبك في عام 1926 بقيادة سعيد بيك العاص، حيث جرت أكبر معارك القلمون، ثم في حاصبية وراشية بقيادة المجاهد فؤاد سليم الذي قدم متطوعا من مصر وكلف بنشر الرسائل الوطنية باسم القيادة العامة للثورة بعنوان الدين لله والوطن للجميع. يقول فارس زرزور: إن الأعمال والفظائع الوحشية التي ارتكبها الفرنسيون إبان الثورة ستبقى لطخة سوداء في جبين الاستعمار الغربي. كان الفرنسيون يسوقون حملات انتقامية على السوريين، ولم يقوموا بدفن الموتى، بل كانوا يعرضونهم في شوارع المدن والساحات العامة بعد التمثيل بجثثهم ليشاهد الناس حضارة فرنسا التي جاءت تعلمنا تمدن الغرب في القرن العشرين.
على مستوى النشاط السياسي في عهد فيصل، قام حزب الاتحاد السوري الذي دعا لدولة سورية من طوروس إلى العقبة ومن الصحراء إلى المتوسط، على ألا تخرج سوريا من هويتها العربية. اللجنة الوطنية العليا تألفت من مختلف الهيئات والأحزاب في دمشق برئاسة الشيخ كامل القصاب، جمعت الأموال لمؤازرة الثوار وأيدها رجال الدين من كل الطوائف. الحزب الوطني دعا إلى استقلال سوريا الطبيعية أيضا وتقوية الصلات القومية والثقافية بين الشعوب العربية، ودعا إلى تساوي الحقوق المدنية والسياسية بين جميع أبناء الوطن السوري على اختلاف أطيافهم. أما في فترة الاحتلال الفرنسي فكانت مطالب السوريين تتركز على إعادة وحدة المناطق السورية التي جزأها الفرنسيون. حزب الشعب هو أول حزب سياسي قام في فترة الاحتلال الفرنسي، كان الشهبندر رئيسه، دعا لاستقلال سوريا ووحدتها وانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور البلاد وقيام حكومة دستورية، وهو الذي قاد المظاهرة ضد بلفور في دمشق عام 1925، وهي الزيارة التي حركت لهيب الثورة في النفوس. ثم قام المندوب الفرنسي كنا حمص وحماه قاطعتا الانتخابات في حمص وحماه وحلب، لكن حمص وحماه قاطعتا الانتخابات وحصلت اضطرابات في حلب، فعينت السلطات الفرنسية بالقوة نوابا محسوبين على فرنسا، فكانت المفاجأة أن أول قرار اتخذوه هو المطالبة بالوحدة السورية، فحل البرلمان فورا. ثم شكلت حكومة برئاسة الداماد أحمد نامي، وكان برنامجها بالاتفاق مع المندوب السامي لجوفينيل ينص على دعوة جمعية تأسيسية لوضع دستور على قاعدة السيادة القومية وتحويل الانتداب إلى معاهدة لمدة 30 سنة، على أن يصادق عليها برلمان الدولتين وتحتفظ فيها فرنسا بالنفوذ السياسي والامتيازات الاقتصادية وتحقيق الوحدة السورية وتوحيد النظام القضائي وتأليف جيش وطني يحل محل الجيش الفرنسي وإدخال سوريا في عصبة الأمم والتعويض لمنكوبي الثورة، لكن الحكومة الفرنسية لم تبدي حسن النية بل توالى عدوانها على دمشق وريفها، فانسحب الوزراء الوطنيون فحلت الوزارة. الكتلة الوطنية ظهرت في أواخر عام 1926، دعت لوحدة سوريا واستقلالها وفازت في الانتخابات عام 1928، فعقد المجلس التأسيسي برئاسة هاشم الأتاسي وألفت لجنة لإنشاء الدستور برئاسة إبراهيم هنانو، ومع أنها تساهلت كثيرا مع فرنسا وكان المندوب السامي حينها بونسو، إلا أن الفرنسيين علقوا الجلسات النيابية عام 1929 بسبب تجاهل السوريين لواقع الانتداب، فزادت شعبية الكتلة الوطنية وهي لم تكن حزبا في ذلك الوقت، فقرروا تنظيم أنفسهم كهيئة سياسية، وفي عام 1939 انتخبوا هنانو زعيما والأتاسي رئيسا للكتلة، وأقر المؤتمر الثالث القانون الأساسي للكتلة الوطنية باعتبارها هيئة سياسية غايتها تحرير البلاد السورية وتوحيد أراضيها. وتوقفت الحياة البرلمانية وكان نص الدستور على وحدة سوريا وحرية الأديان. بدأ تعاون الحزب الشيوعي السوري برئاسة خالد بكداش معهم بعد عام 1935، حين قرر المؤتمر السابع للأممية تأييد الشيوعيين لأي موقف وطني تتبناه البرجوازية المحلية طالما هدفه تصفية الاستعمار. قامت الكتائب المسلحة التابعة للكتلة الوطنية بمواصلة النضال المسلح ضد الاحتلال الفرنسي. بين عامي 1932 و1939 ظهر في البلاد نشاط سياسي وشعبي واسع، وقامت أحزاب وهيئات سياسية جديدة كعصبة العمل القومي والحزب السوري القومي والحزب الشيوعي. كان البرلمان منقسما بين الكتلة الوطنية وكتلتين متنافستين، هما نواب الشمال باسم الحزب الحر الدستوري ونواب الجنوب باسم حزب الائتلاف. ثم وقف البرلمان السوري بغالبيته عام 1933 ضد معاهدة قدمتها فرنسا تقر بتجزئة البلاد وتلزم الشعب بها. في عام 1936 وجهت فرنسا دعوة لزعماء الكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي إلى باريس لتوقيع معاهدة مدتها 25 سنة، تنال البلاد بموجبها الاستقلال، وبعد مفاوضات وكر وفر تم التوقيع في أيلول عام 1936. ودعا المندوب السامي الفرنسي دومارتيل إلى انتخابات نيابية فازت فيها الكتلة الوطنية، وبعد أول جلسة للبرلمان في كانون أول عام 1936 قدم محمد علي العابد استقالته من رئاسة الجمهورية، وقدم عطا الأيوبي استقالة حكومته،
فانتخب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية وفارس الخوري رئيسا للبرلمان، وكلف جميل مردم بيك بتشكيل الوزارة. لكن توقيع هذه المعاهدة أحدث انشقاقا، إذ تضاربت حولها الآراء، فبينما اعتبرها البعض صك الحرية والسيادة والاستقلال، اعتبرها البعض الآخر بأنها كبلت سوريا حين أعطت لفرنسا حقا مزعوما بحماية الأقليات الدينية وحق سن قوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أنها وضعت الجيش السوري وإمكانات سوريا ومواقعها الاستراتيجية تحت تصرف فرنسا مقابل إعادة ضم جبل العرب واللاذقية إلى الدولة السورية. لكن المعاهدة بقيت مشروعا دون تنفيذ بسبب مراوغة الفرنسيين، لا بل على العكس، قامت فرنسا بجريمة أخرى هي سلخ إقليم اسكندرونة من سوريا، ففشلت المعاهدة. في هذه الأثناء نظم شباب دمشق الوطنيون صفوفهم وألفوا هيئة لها قانون ينص على أن الشباب الوطني هيئة قومية عربية غايتها تحرير سوريا الطبيعية وتوحيدها والعمل في سبيل تقارب البلاد العربية واتحادها، وهم هيئة سياسية كفاحية تقوم على الطاعة والنظام والتضحية وتدريب الشباب السوري على الحياة الرياضية والعسكرية، وجعلوا لهم لباسا موحدا بلون حديدي كان أمينها العام الدكتور منير العجلاني. وظهرت عصبة العمل القومي التي قدمت للشعب برنامجا قوميا عربيا واضحا شكلها شباب من سوريا ولبنان مركزها دمشق، أعلنت أهدافها بسيادة العرب واستقلالهم والوحدة العربية على رأسها الوحدة الاقتصادية ومقاومة الاستثمارات الأجنبية، ودعوا إلى رفع مستوى المرأة الاجتماعي وبجعل اللغة العربية لغة التعليم بشتى فروعه، كان من أعضائها زكي الأرسوزي. أما الحزب السوري القومي الاجتماعي لمؤسسه أنطون سعادة فتأسس في 16 من تشرين الثاني عام 1932 في بيروت، من أبرز مبادئه أن السوريين أمة تامة، ويشرح القومية السورية بأنها ليست على مبدأ وحدة الدم والسلالة بل الوحدة الاجتماعية الطبيعية، وأن هذا المبدأ لا ينافي أن تكون الأمة السورية إحدى أمم العالم العربي، كما أن كون الأمة السورية أمة عربية لا ينافي أنها أمة تامة لها حق السيادة المطلقة. سعادة أراد إنقاذ سوريا من فخ المستنقع الطائفي الذي عملت عليه فرنسا، فالغرب كما رأينا أوقع الثقافة العالمية في مجموعة من التخبطات والنظريات الكاذبة، منها أن العرب بدو وغزاة جاءوا إلى سوريا وغيرها من البلاد العربية مع الإسلام وقدموا أنفسهم كمعادين للحضارة المسيحية. بالطبع من مصلحة الغرب تشويه التاريخ بهذه الطريقة، ومع أن البيزنطيين لم يختلفوا في حكمهم الديني المتخلف عن العثمانيين، إلا أن الغرب العنصري صورهم كحضارة قضى عليها العرب المسلمون وصور العرب كغزاة من البدو، فهذه هي البروباغندا التي لا يملك العقل الاستعماري غيرها لإقناع شعوبه بشرعية وضرورة همجيتهم تجاه العرب. سعادة طرح فكرا موحدا للمجتمع انتشله من مستنقع الطائفية البغيضة ووحد مفاهيمه ببساطة حول الأمة السورية. كان من أبرز محاولاته التوحيدية السامية بحث له بعنوان الإسلام في رسالتيه المسيحية والمحمدية، أكد فيه على وجوب احترام الأديان وضرورة فصل الدين عن الدولة لئلا يقع المجتمع في فخ الفتن والانقسام، وركز في الكتاب بأن الإسلام ليس حكرا على المحمديين بل يشمل أهل الكتاب، فإبراهيم مسلم والموسويون والمسيحيون والمحمديون مسلمون لله، وهذا صحيح تثبته آيات القرآن الكريم. دعونا نتعرف أكثر على أنطون سعادة مع الأستاذ طارق الأحمد. حقيقة الأمر أن في يمكن 100 عام الأخيرة، القرن الأخير، كان هناك حسب فهم ابن خلدون للأمم، كان هناك أمم صاعدة وفق نظريات ومحاولات، وبعض الأمم التي حاولت أن تشكل حيثية لها، والأم التي المحاولة التي تذكرينها هي الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية تحاول أن تصنع من شتات اليهود أمة، وبالتالي أنطون سعادة تماما يقول بأن هذه الحركة هي حركة نظامية لكنها قائمة على محور غير نظامي، وبالتالي هي لا يمكن أن يتم القضاء عليها إلا من خلال الحركة القومية السورية، حركة الأمة السورية التي تقوم على محور نظامي وهي حركة منتظمة.
وهي الحركة الصهيونية تماما يعرفها سعادة بأنها قابلة للحياة في حال تخاذل السوريين عن حقيقة وعيهم السوري القومي الاجتماعي. هنا ينطلق سعادة تماما، وأستطيع أن أقول كما إذا أردنا أن نعرفه بشكل صحيح، يقول أرسطو بأن العالم يجب أن يحكم من قبل الفلاسفة. سعادة تماما هو الفيلسوف السوري الذي أنشأ فلسفته القومية الاجتماعية، والتي تخالف فلسفات، أو هي تكامل وتخالف فلسفات نشأت في الفترة الأخيرة في الزمن الحديث، مثل وهي كانت مهمة جدا، مثل الفلسفة الماركسية الديالكتيكية والفلسفة الهيجلية. وأنت تعرفين أنه كان هناك صراع ما بين هاتين الفلسفتين، أولا المادية الديالكتيكية التي قامت على الجدلية المادية، ومن ناحية الأخرى الهيجلية التي قام وحتى الآن يقوم الغرب عليها. إلى الآن الغرب يقوم على الهيجلية المادية الروحية التي تمجد الفردية. ماذا يقول سعادة؟ يقول سعادة بأن لا المادية لوحدها صحيحة في نشوء الأمم، في حياة الأمم، ولا الهيجلية الروحية وحدها صحيحة، لأنها تمجد العرق وهي تمجد الفردية. بينما وهو يشبه ذلك، يعطي أمثلة في غاية الروعة الحقيقة من التاريخ ومن الحياة المعاصرة، وهو صنع فلسفات هاضمة، وهذه هي حقيقة الفلسفة السورية القومية الاجتماعية التي هي هاضم لكل الشعوب التي حتى التي تأتي عليها. أنت تعرفين أن سوريا الطبيعية كما عرفها سعادة بحدودها الطبيعية، بجبال طوروس في الشمال، بجبال البختياري في الشرق، البحر السوري الذي منذ فترة بسيطة كان اسمه البحر السوري، وهناك دلائل وخرائط على ذلك، وقوس الصحراء. ضمن هذا التشكيل الطبيعي هناك نوعان من التمازج، هناك تمازج عمودي مع الطبيعة، مع طبيعة الأرض ومع ما تنتجه السماء، مع طبعا من يعيش على خط الاستواء ليس كمن يعيش في الأسكيمو، ليس كمن يعيش في منطقة طبيعية كسوريا الطبيعية. والتمازج الآخر هو التمازج الأفقي، أي بين البشر. أنت تعرفين أن سوريا هي موطن الهجرات من خلال التجارة، من خلال الحياة الاقتصادية. الأرمن ليسوا، هناك أقوام عديدة، الشركس، الأرمن، الأرمن ليسوا عربا ولا مسلمين لكنهم سوريون. كل من جاء حتى الصليبيون، هل عادوا بكليتهم إلى أوروبا؟ لا، هم تمازجوا مع هذه الأرض وتمازجوا مع من يعيش فيها. وبالتالي تقوم الفلسفة السورية القومية الاجتماعية التي أتى بها سعادة على هذا التجانس وعلى هذا التمازج، وليس على التناقض، وليس على العرق، التي أتت بها الفاشية، والتي تحدثت عن تفوق أمة على باقي الأمم، على تفوق عرق على باقي الأعراق. هنا الفرق يعتبر فرق جوهري. من أجمل الارتشافات الفلسفية إذا صح التعبير عند سعادة هي المدرحية، التي هي خلاصة ما تحدثنا عنه، هي المادة والروح معا. وبالتالي هنا نأتي إلى سعادة المعلم. سعادة المعلم الشارع الأول الذي وضع هذه الفلسفة، هو نتحدث عن سعادة الفيلسوف. سعادة الفيلسوف هو ليس كهيجل الذي يضع فقط فلسفة ويعتبر كأنه مراقب ويدع العالم، لا، سعادة الحقيقة أنه فيلسوف وضع فلسفته ثم قذف بنفسه ليطبق هذه الفلسفة. ذهب إلى تأسيس حزب نظامي، واستشهد أيضا من أجله. وبالتالي أنا أريد أن أقول لك شيئا، السوريون القوميين الاجتماعيين كلهم كما سعادة الذي استشهد من أجل موقف وقال بأن الحياة هي وقفة عز فقط. وبالتالي القوميين الاجتماعيين كلهم مشروع شهادة. إذا قلنا الآن ونحن في هذه الحرب الكونية التي نخوضها، إذا قلنا أن القوميين الاجتماعيين كلهم كونهم مشروع شهادة استشهدوا جميعا. سناءم حيدلي تماما، هذا هو تطبيق سناءم حيدلي وغيرها من شهداء الأمة الذين سطروا الملاحم وحتى الآن هم يذهبون باتجاه الشهادة. ماذا؟ هل ينتهي الحزب السوري القومي الاجتماعي؟ لا ينتهي. لماذا؟ لأن تعاقد السوريين القوميين الاجتماعيين هو مع سعادة المعلم، هو تعاقدهم مع سعادة الرمز وليس سعادة الشخص. وبالتالي
تماما العقيدة التي طرحها، وبالتالي نحن عقدنا هو مع سعادة. إذن هل الحزب السوري القومي الاجتماعي هو حزب تأسيس أو حزب ترخيص؟ بصراحة لا هو حزب تأسيس ولا هو حزب ترخيص، لأنه يمكن أن يأتي بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، من يقف أمام البحر السوري في شواطئ أوغاريت واللاذقية وأمام البحر يقسم قسم الانتماء ويتعاقد مع سعادة المعلم. لماذا هو ليس عنصري؟ لماذا هو يمجد العلم مثلا؟ هو لأنه يقول بأن العقل هو الشرع الأعلى، وحتى هو يدعو القوميين الاجتماعيين لممارسة العقل بشكل مطلق، ويقول بأنه حتى ما جاء به من نظرية وحتى نظريته بحياته القصيرة بعمره القصير قد تطورت. يعني في البدايات هو مثلا لم يكن يعرف، هو يقول ذلك في أدبياته، أن العراق مثلا العراق بلاد ما بين النهرين أنها جزء من الأمة السورية بنتيجة العمل والاكتشاف. إذن هو نقض ما بدأ به، وبالتالي نحن أمام عملية تطور، حالة تطورية. إذن هو يطورها، يقول أن هذا العقل الذي هو الشرع الأعلى هي قابلة للتطور حتى عما قاله سعادة، وهي قابلة للنقد حتى. يعني هو أبو القومية وقال كلما وقفنا على تلة انكشفت لنا تلة، تراءت لنا تلال أخرى. إذا نحن أمام عملية استمرارية، وبالتالي عندما سئل هل يمكن بالشرعة العقلية وهو أبو القومية السورية أن يصبح العالم كله أمة واحدة، قال من يدري. قال ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها طالما أن العقل هو الشرعة الأساسية، نحن لا نقف عند ما فقط ما تعلمناه بشكل كوبي بيست، لا نتعصب، ولكن بشرط وحيد أن يكون العقل هو الشرعة، بشرط أن لا نكون فقط أيضا كوبي بيست، معلش لو استعملت هذه العبارات لأنها مؤثرة، عن الآخرين فقط نتأثر بهم، لا، فليكن العقل هو الشرعة الأعلى، وبالتالي نحن نطور فكرنا باتجاه العقل. أنت تعرفين أن سعادة المعلم قد نذر نفسه وهو بسن مبكرة جدا، يعني أسس الحزب عام 1932، ثم كان له تأسيس الحزب، وكان له المغترب في الخارج ثم العودة والاستقبال الذي استقبل به سعادة. طالما أنه باختصار أريد أن أحدثك عن أهم فقرة وأهم محطة، وهو هذا التفاعل مع أهم حدث في تاريخ الأمة، وهو أن أعتقد بأن أول انقلاب بتاريخ سوريا بمعنى الشام التي هي سوريا هو انقلاب حسني الزعيم. بعد الاستقلال كان انقلاب حسني الزعيم. طيب لماذا أتى هذا الانقلاب ونحن يجب أن نعمل نوع من الإسقاط على ما نعيشه حاليا؟ هذا الانقلاب كان مدعوما من المخابرات الأمريكية وبتخطيط سعودي بصراحة، يعني حقيقة. وبالتالي جاء هذا الانقلاب لمسألتين، للتوقيع على اتفاقية التابلاين لمرور الخط أيضا من حيفا، وهي محتلة تحت الاحتلال اليهودي، وأيضا لتسليم الزعيم، وقد صار ذلك خلال 6 أشهر من حياة حسني الزعيم الرئاسية، سلم الزعيم أنطون سعادة، ثم جرت أسرع محاكمة، ولم تكن لبنان تحت الأحكام العرفية، كانوا يدعون أنها ديمقراطية، خلال 24 ساعة يتم تسليمه، وكان الرئيس بشار الخوري ورياض الصلح رئيس الحكومة في لبنان، تسليمه ومحاكمته وإعدامه أيضا في يوم واحد في حوالي 24 ساعة. إذن هذه الدول التي تدعي الديمقراطية، والآن نحن حتى طالما أتينا على ذكر الديمقراطية يجب أن نتحدث عن الديمقراطية التعبيرية عند سعادة. يمكن رجعنا للفكر، الديمقراطية التعبيرية عند سعادة هي ليست فقط تمثيلية كما يتحدثون أنه يجب أن نمثل الأعراق والأقوام إلى آخره كما تريد أوروبا لنا، لكنها يجب أن تكون معبرة عن إرادة الأمة. ماذا لو جئنا بممثلين مثلا عن الشعب وعبروا عن إرادة الشركات الكبرى كما يحدث مثلا في لبنان الآن، كما يحدث في الكونغرس الأمريكي، إذا عبرت عن الشركات، عن اللوبيات، عن الاحتكارات، همش الشعب وهمشت مصالحه، وبالتالي الديمقراطية التعبيرية التي أتى بها سعادة يجب أن تعبر عن إرادة ومصلحة الشعب، وهي مرتبطة بالوعي القومي، هي مرتبطة بالقومية. في هذا أهم محطة في حياة سعادة هو شهادته من أجل قضيته.
قال بأن الحركة السورية القومية الاجتماعية هي النقيض الحقيقي للحركة الصهيونية، وهي التي قادرة. لماذا؟ لأنه قال بشكل علمي، هو الوحيد الذي قال بأن هو انتبه بأنه يعرف عدوه بشكل صحيح. هو انتبه إلى أن الحركة الصهيونية مع أنها لا تقوم على حق، لكنها تقوم على نظامية، وبالتالي هي عصابة لكنها نظامية، وبالتالي من هنا أتى تطورها التكنولوجي مثلا، أتى تطورها العلمي، أتى إمكانيتها مثلا. الآن هي تستورد غواصات نووية من ألمانيا، من كل دول العالم، وتسيطر على العالم. هذا الولاء للصهيونية من كل أصقاع العالم، من أين أتى؟ من نظاميتها. وبالتالي هو أراد خلق بيئة نظامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي لتقوم المشروع السوري القومي الاجتماعي على نظامية تجابه هذه النظامية. أما إذا تحدثت معك عن الصهيونية بشكل تقليدي وأنها تحتل الأرض، هذه الكل يعرفها، لكن العبرة والشيء الصحيح تماما هو نظامية الحركة. يجب أن نعرف عدونا بشكل صحيح لكي نستطيع أن نجابهه. ومشكلة سعادة أن أعداءه عرفوه، ولذلك كان اغتياله خطورته الكبيرة جدا. هذا هو الشيء الصحيح. مثلا أكبر رد على من يتحدث أنه ما هي والآن يا أخي سايكس بيكو صارت وأمر واقع، وأنتم دول دافعوا عن هذه الدول، تعرفي يمكن الجمارك في كلا الحدودين يدافعون وكأنها قضية كبرى. أكبر رد على ذلك هو الطيف، هو ذلك القوس قزح. خذي كل مدينتين حدوديتين، إربد درعا، حمص طرابلس لبنان، حلب أو اللاذقية أنطاكيا وحلب أنطاكيا، أيضا حلب غازي عنتاب، دير الزور الموصل، وهكذا. تجدين أن هذا الطيف يمثل ذلك الحقيقة، تلك الحقيقة، لأن حتى العائلات مشتركة. آل الزعبي بين حوران، بين الحوران، بين درعا وإربد، باقي العائلات، يعني حتى بالمستوى العائلي تجدين أن نصف هذه العائلة هنا ونصفها هناك، وبالتالي أنت أمام هذه الوحدة. لكن كان سؤالك أيضا ماذا نفعل نحن؟ نحن في حزب قومي ويجسد عقيدته القومية، ونحن حزب مركزي تسلسلي، وبالتالي أي رفيق من أي من تلك الكيانات، الكيان اللبناني، الشامي، العراقي، يمكن أن يكون رئيسا للحزب السوري القومي الاجتماعي أو بأي موقع من المواقع، وبالتالي نحن حزب متماهي تماما مع عقيدتنا القومية، ولا ننفك عن هذه المسألة، ولا نعتقد بأننا يجب أن نطاوع سايكس بيكو، وبالتالي نقول يعني ما بالإمكان أفضل مما كان. لا، نحن نجسد هذا ومهما، وبصراحة نحن نخسر، ونحن يعني نتعرض للضغط أحيانا بقوة الأمر الواقع، يعني بسبب الظروف التي، ولذلك نحن لدينا منفذيات، نحن نسميها منفذيات ومديريات في كل الأمة، من العراق إلى فلسطين إلى غزة إلى لبنان إلى الشام إلى كل مكان لدينا، وأيضا في المغترب لدينا التنظيمات، وبالتالي نحن، لأنه هذا هو شعبنا، نحن نتفاعل مع شعبنا في كل مكان، وهذا واجبنا. في تاريخ 24 من حزيران عام 1936 اتفق الفرنسيون مع الأتراك على سلخ لواء اسكندرون عن سوريا وتقديمه لتركيا مقابل عدم وقوفها إلى جانب ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1937 قامت المظاهرات في دمشق وجميع المدن السورية احتجاجا على إنزال العلم السوري في أنطاكيا ورفع العلم التركي، واتخذ البرلمان السوري قرارا في أيار عام 1937 بأن لواء اسكندرون يبقى سوريا. كانت عصبة العمل القومي نشيطة في اسكندرونة، فنظمت في أنطاكيا ودمشق مظاهرات نادت بعروبة اللواء، ورفعوا إلى عصبة الأمم عريضة موقعة من العرب والأرمن برفض اتفاقية فرنسا مع تركيا والمحافظة على اللواء ضمن الدولة السورية، مما أدى إلى اصطدامهم بالأتراك اصطدامات دامية. فصل اللواء عن سوريا في 2 أيلول عام 1938 وأعطي للأتراك الذين دعوه إقليم هتاي
على أساس أن هذا اسم تاريخي لشعب حسي هندو أوروبي مزعوم في شمال سوريا بعد تزوير التاريخ طبعا بما فيه أحداث التوراة، حيث جعلوا من عشيرة الحسيين الصغيرة في اليمن وهي عشيرة بني حس ابن كنعان شعبا هندو أوروبيا في شمال سوريا. هكذا يدخل تزييف التاريخ في السياسة، فالتاريخ شئنا أم أبينا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي في جميع دول العالم. في عام 1939 صوت البرلمان الفرنسي وليس السوري على التنازل عن لواء اسكندرون لتركيا، ورفض توقيع المعاهدة التي تلغي الانتداب على سوريا. كيف كانت أجواء الحرب العالمية الثانية وماذا كانت نتائجها؟ وكيف حصل جلاء المحتل الفرنسي عن سوريا وما تلاه من أحداث؟ هذا موضوع الحلقة القادمة، إلى اللقاء.